صنعها من واقع متعددة في صمت وإخلاص ونكران ذات لم تنل بعد حقها من التعريف والتنويه والإنصاف. شخصية لامعة وفتة وناجحة واستثنائية، شقت طريقها بعصامية وصبر وكد ومثابرة، وفقت في بلوغ الكثير من أهدافها وطموحاتها. أبصر عزيز حسبي النور في صيف سنة 1947 في دوار العبيبات بربع البحيرة المتاخم لحدود بلاد توكالا بجامعة مول البرقي بنواحي مدينة آسفي. عاش في أسرة كثيرة الولدان وفي مجتمع قروي بسيط ومتضامن، ورغم ما خالط طفولته من فقر وحرمان فقد عاش طفولة سعيدة بحكم أنه آخر العنقود كما نقول. قد كان أصغر إخوته، إن لم أقول أنه كان يوسف إخوته إن صح هذا الوصف، كما كان من الأطفال القلائل المحظوظين داخل قريته من الذين دخلوا الكتاب، إذ كان معظم الأطفال يصرفون إلى رعي الماشية وإلى مساعدة أهلهم في الأعمال الفلاحية الأخرى. هاجر قريته وهو طفل صغير في عمر 7 سنوات قاصدا مدينة الدار البيضاء للاستقرار بها. وفي الحي المحمدي كاريان سونتراك سابقا استهلك قسما من طفولته وشبابه. وفي هذه المدينة العملاقة التي كانت توصف بباريس المغرب دخل المدرسة العصرية فأكمل تعليمه الابتدائي والإعدادي وسنة واحدة يتيمة من التعليم الثانوي. ورغم ما شاب دراسته من تقطع بسبب المرض فإنه كان متفوقا في تحصيله الدراسي ومجوها به من قبل أساتذته. وفي سنة 1966 اضطر إلى انقطاع الدراسة بسبب موت والده وزواج إخوته الكبار ومغادرتهم لبيت الأسرة ليشتغل بالمكتب الوطني للكهرباء الدار البيضاء. وبعده انتقل للعمل بشركة أخرى لبيع التجهيزات الصناعية الخفيفة بنفس المدينة. لكن عزيز حسبي رغم أجر عمله المغري الذي كان بتعبيره يفوق أجر أستاذ جامعي، ورغم ما ناله بسببه من يسر وسعة عيش، ظل يطوق إلى إكمال دراسته مشجعا في ذلك بأصدقاء الدرب ورفاق الدراسة الذين تابعوا دراستهم الجامعية، وكذلك سعي منه كما يقول إلى محو هوان الجاهل. فعقد العزم على تحقيق مراده باجتياز امتحان البكالوريا كمترشح حر، فكان له ما أراد بنوال هذه الشهادة. ولم يكتفي بذلك بل التحق بكلية حقوق بالدار البيضاء بعد 3 سنوات من الدراسة الجامعية، ظفر بالدبلوم الإجازة وكان ذلك سنة 1973. ورغم ما كان يفتح هذا الدبلوم يومئذ من آفاق مغرية في عالم الشغل والأعمال سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام، فإن عزيز حسبي قرر خوض مغامرة غير مؤكدة النتائج، وذلك بالانسلاخ عن عمله ذو الأجر المغري وعدم البحث عن أي عمل آخر يليق بشهادته العليا. فقرر السفر إلى فرنسا والالتحاق بالسلك الثالث بكلية الحقوق بجامعة نانسي، وهناك كابد مصاعب ومتاعب كثيرة وكبيرة على مدى 6 سنوات. اضطرت هو وزوجته إلى العمل والاستعانة بأخته التي تسكن بالقرب منه في مدينة إبينار. وقد أثمر صبره وكده الدراسي ظفره بدبلوم دراسات عليا وبعده بدبلوم الدكتورة وبأعلى الدرجات، وذلك تحت إشراف أحد كبار فقهاء القانون في عصره وهو بروفيسور شارل شومو، الذي كان من أعماله المشهورة مشاركته في صياغة ميثاق منظمة الأمم المتحدة عند تأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية. وبعكس الكثيرين الذين أغرتهم فرنسا بالبقاء بين ظهرانها بما توفره من إمكانيات وإغراءات وفرص، فإن عزيز حسبي فضل العودة للمغرب وفيه تقلد مناصب ومهام كثيرة، وحتى أبرزها جيدا ويسهل علينا الإحاطة بها والوقوف من خلالها على حقيقة هذا الرجل الذي نجهل عنه الكثير. أصنفها إلى 3 أصناف أو أنواع. الصنف الأول مناصب ومهام مرتبطة بالجامعة والتكوين والبحث. الصنف الثاني مناصب ومهام يسميها عزيز حسبي رسمية. الصنف الثالث مناصب ومهام أسميها مهام أممية. الصنف الأول من المناصب ارتبط بالتدريس الجامعي والتكوين والبحث العلمي. فقد جرب عزيز حسبي التدريس بالجامعة وهو طالب سلك ثالث بفرنسا، وذلك كأستاذ مساعد بجامعة ميتس الفرنسية مباشرة بعد حصوله على دبلوم دراسات العليا. وبعد حصوله على الدكتوراة وعودته للمغرب سنة 1978 اشتغل أستاذا جامعيا بكلية حقوق أبداد تابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط،
وقد ظل يعتبر الأستاذية بالجامعة مهنته الأولى التي لا محيد عنها، بحيث لم يقبل بغير صفة أستاذ جامعي والخبير القانوني، رغم ما تقلده من مناصب عليا أضفت عليه صفات ألقاب سامية. ويذكر عزيز حسبي أن اختياره لهذه المهنة كان اختيارا حرا، وأراه اختيارا وجوديا إن صح هذا الحكم. ونظرا لما صار له من إشعاع علمي وسيط، اختير عزيز حسبي من وزارة الداخلية مدير لتكوين الأطر الإدارية، كما فتحوا له التدريس بالجامعة آفاق البحث والنشر عبر جمعية الدراسات والأبحاث الدولية أمير، الذي ساهم في تأسيسها سنة 1981، وعبر مجلة لماليف التي فتحت له بابا قارا تحت عنوان جامعة الجيل University of Porsche، وعبر إصدار كتب ودراسات تعد اليوم مصادر لا غنى عنها للمختصين والطلبة الباحثين في العلاقات الدولية والقانون الدولي، من ذلك كتابه حركة التحرير الوطني والقانون الدولي الذي صدر سنة 1981 وكان أطروحة دكتورته، وكتاب تجارة وحماية أي مستقبل للتبادل الدولي الذي صدر سنة 1989، وكتاب نظريات العلاقات الدولية الذي صدر سنة 2004، وكتاب الأمم المتحدة والنظام الدولي الإصلاح لأجل عدم التغيير الذي صدر سنة 2005. وقد أكمل عزيز حسبي مساره الجامعي الموفق بتتويجه رئيس لجامعة حسن الثاني عين الشق بالدار البيضاء من فبراير سنة 1997 حتى أبريل 2002، حيث باشر جملة من الإصلاحات في إطار ما سماه بسياسة القرب من الطالب والأستاذ. الصنف الثاني من المناصب، أقصد بها المناصب الرسمية والحكومية التي تقلدها عزيز حسبي بدعوة وتكليف من الدولة المغربية، ويفهم من تصريح له أنه لم يسعى إلى هذه المناصب لاهتا مهرولا، وإنما هي التي سعت إليه. وعند قبوله بها ودخول دواليبها ومجاهلها ودسائسها، كان دائما يعتبر نفسه في كل الأحوال والظروف مجرد خبير قانوني وتقنقراط لا أقل ولا أكثر. ويشفع له دعوته إلى خروج العالم الرسمي كما يسميه كفاءته العلمية وواسع تجربته وإشعاعه العلمي عبر دراساته وإصداراته وجديته واجتهاداته وحسن سيرته. ومن الوظائف التي شغلها نذكر منها أنه عمل كاتبا عاما بوزارة الإعلام زمن ارتباط هذه الوزارة بوزارة الداخلية من يوليو سنة 1986 حتى مايو 1990، ومن مارس 1991 حتى يوليو 1992، وعمل وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان لمدة محدودة في بداية السنة التشريعية سنة 92، وعمل وزير الشؤون الإدارية والوظيفة العمومية من غشت 1992 حتى فبراير 1995. الصنف الثالث من المناصب، يعني هذا النوع من المناصب أحب أن أدعوها بمهام أممية، وحسبي أن أذكر منها أن السيد عزيز حسبي شارك ضمن بعثة وزارية مغربية في مؤتمر لوضع القانون ذو استغلال أعماق البحار حتى يعزز ويكمل ميثاق الأمم المتحدة الخاص بحقوق البحار الذي سبق أن تبنته سنة 1982، وحصل ذلك بمدينة كينغستون عاصمة دولة جامايكا سنة 1983. كما عين ممثلا دبلوماسيا أي سفيرا دائما للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة بين يونيو وديسمبر من سنة 1990، في وقت تبنت فيه منظمة الأمم المتحدة خطة لتسوية مشكلة الصحراء المغربية، قبل بها المغرب وخصوم وحدته الوطنية تقضي بتنظيم استفتاء الصحراء وإنشاء بعثة الأمم المتحدة المكلفة بالاستفتاء الصحراء للتعرف اختصارا بمينورسو. كما اختير عزيز حسبي من طرف الأمين العام للأمم المتحدة بطرس غالي سنة 1995 للمشاركة في إيجاد حل للصراعات العرقية الدامية التي كانت تتخبط فيها دولة بوروندي. كما وجدت أن عزيز حسبي عمل رئيس للمكتب الدولي للتربية التابع لليونسكو بمدينة جنيف السويسرية. أخواتي إخواني، أتمنى أن أكون قد وفقت بهذا التعريف المختصر والسريع.